نحييكم من مدينة جديدة وتعتبر ثاني المدن النمساوية بعد فيينا ألا وهي غراز، تبعد طبعا جنوب فيينا 200 كيلو متر جنوبا. واللي يميز هالمدينة فيها 6 جامعات، مدينة علمية صراحة. وأنا قابلتني بعض الطلبة العرب سوداني وعماني وغيره. عدد السكان اللي فيها هاي تقريبا 100,000، وحجم المدينة 127,000 كيلو متر مربع. طبعا تم تضمين جميع الكثير من المواقع الأثرية في هالمدينة، من ضمن المواقع اللي تحفظها الأمم المتحدة، منظمة اليونسكو المنبثقة من الأمم المتحدة. نشوف التلال، تحيط بها التلال من 3 جهات، وفيها نهرها اللي مر عليها نهر مور، أهم نهر طبعا اللي مر عليها النهر الرئيسي نهر مور. وطبعا فيها مطار، أكثر المدن الكبار لازم فيها مطار حاليا في أوروبا كلها تقريبا. مدينة غراز من فوق المرتفع، هذه مدينة غراز النمساوية. هذا نهر مور اللي مر في المدينة. شوفوا هذا المطعم اللي مسوينه في النهر، هذا كم مرة أنا شفته، سبحان الله أنا بالصدفة الحين بس شفته. شوف قبة زجاجية والماي يجي من حواليها، والجسر والسور شير مغطي. شوفوا كيف، حاولوا تشوفوا وين ينزلون لها. هذا نحن على الجسر المؤدي لها المطعم، وهذا نهر مور. هذه أنا شايف إن الصورة هاي في الإنترنت من فترة، وما أدري بأن هذا في هالمكان، سبحان الله الحين بالصدفة بس شفته. يعني اللي الفنان اللي مسوي، المهندس اللي مسوي هالشغلة هاي صراحة مبدع مبدع. عبارة عن جسر والمطعم في النص. أفكار الإنسان سبحان الله. هذه صورته، الكافي داخل، الدخول من هني اللي يبغى يشرب كوفي على هدير الماي. نكمل مشينا. أصور من فوق الجسر بشكل أوضح. شوفوا إحني من فوق الجسر أوضح، عبارة عن جسر موصل بالكوفي وجسر مطلع من الناحية الثانية. هاي بشوفون صورته، سبحان الله الدنيا صغيرة. أنا من فترة أقرأ عنه، هذا شايف صوره في البيبي، وحين مريت عليه بالصدفة. عموما لنا نقطة ثانية، لقيت هالمطعم الأفغاني في الطريق، طلبت رز ولحم جنبه. هاي اسم غراز. هذا البرج، هو سطح اللي تحت. نظرة ثانية، برج المميز أبو الجرس، في الأصبر حق الانستغرام. لاحظوا يا أخوان الدري هاي الكبير توصل لين القمة، إنه بيركب هذا الدري. أخيرا وصلت الغمة، نظر البانورامية عن المدينة. طبعا ما ركبت الدري، لقيت لفت بيورو 20 بنس، ركبته. دري طويل، يعني لك كوفيات وكل شيء مجهزين لك، شو تبغي بس.
يعني من هالناحية هاي. هاي المدينة من فوق الجبل هذا. وهاي من الناحية الثانية الشرقية. المبنى هذا نمسكنا عليه تحت. شوفوا من بقرب. شوفوا شكله. المبنى الزجاجي. يقولون وحش من سدح. هذه القلعة اللي فوق الجبل بمدافعها لقطات من هنا وهناك السريعة. يعطيني الموبايل الكرت عبة 64 جي بي زائد 15 جي بي. ذاكرة الموبايل تعبت 5G. كل اوروبا يعني شوفوا العجايز الشواب ما يعني مستحيل يجلسون في البيت. احنا لو عندنا في البلاد واحدة مثل هالعمر تطلع. شوفوا كيف الحركة عندهم اهم حاجة من الجلسة في البيت. مثل ما تشوفون قلب المدينة كله محلات مطاعم كوفيات. الألمانية منتشر انتشار كبير في سويسرا، في النمسا، في أجزاء من بولندا، في يعني اللي يعرف اللغة الألمانية يكون ناجح. هذه مدينة غراس الجميلة نتجول فيها، بعطيكم عنها انطباعي بعد شوي، بعد تقريبا نص ساعة. لين الحين تسوى الهيوم. يمكن اسحب اليوم هذا، يمكن اخلي يومين، يمكن 3 ايام على حسب اللي بشوفه. نورسي اللي يحب الاكلات البحريه، هذا المطعم متخصص بالله في اغلب الدول، في اغلب المدن الاوروبيه تلقونه. انا طبعا احب اكل عندهم، شيء نظيف وشيء مرتب وشيء حلو، وانواع الاسماك اللي تبغيها. لها الجو مقيم، أمطار خفيفة تزيد تخف تزيد، وأنا أحب أصور في الأجواء الشمسية تكون الصورة أوضح، لكن شو أسوي؟ أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. تحياتي للجميع. الظل مرزوق الرشيدي، سعود باديان من الشرقية، أبو فهد وابن الفارس الجديد إن شاء الله فهد بيمشي على خطبه حاليا. هم حاليا على وشك، أظني سافروا بعد، حاليا هم في أوروبا أفتكر. كذلك خبيرتنا وأستاذتنا إكسبلورر، لكن المشكلة اللي فيه عند هل الخبيرة أنها ما عندها وقت لتعليم الآخرين، كل محتفظة بالمعلومات حق نفسها. هاي عيبها الوحيد، لكن مشكلة. كذلك الصديق فهد الشمري، يا ويلي يا ويلي على سلام، من سلام من الرياض ناحية حايل وناحية منفذ القريات ومن الرياض إلى جازان، ومن الرياض إلى الشرقية وإلى جدة. جميع الأصدقاء سواء في قطر ولا في البحرين ولا في الكويت نقدم لكم احنا تحية. وهذه مدينة غرانز، وأهم شارع فيها شارع التسوق.
وانا طايح قراز قراز الدل مدينة قراز. لا بصراحة شيء مرتب وشيء حلو يعجبك الشيء يوم تشوفه نظيف ما تشوف لا أخبار لا قراطيس لا شيء. لا طبعا هذا هو شارع هيرنغاسي هيرنغاسي هذا هو الشارع الرئيسي وشارع التسوق. ويجينا هذا التمثال في آخر شارع التسوق هذا الذهبي. نزلنا في مدينة قراز النمساوية نواصل نواصل تصويرنا. يا ربي تنسيق الزهور قدام هذا النصب نواصل نواصل بعد الفاصل نواصل. سألت عنه وقال لي بالألماني صالة المدينة سيتي هول. طبعاً في أوروبا سيتي هول تعقد فيها الاجتماعات تعقد فيها زواجات طلاق المدنية في شيء في الكنيسة وشيء هنا. لأن في ناس في أوروبا ما يعتقدون بوجود يعني استغفر الله رب العالمين ما يعتقدون ما يقولون في إله وفي فيه جنة وفي نار لا. ف حتى في الدول الاسكندنافية عندهم مثل يقول الدين سبب تخلف المجتمعات والبشر. عموما هذه مدينة قراز وبنصور بعض اللقطات منها. هاي الصورة وقت الظهر نشوف في المساء الصبح العالم النايمة. هذا الفرق هذا طبعا اهم شارع. تحياتي لكم احاول التقط بعض اللقطات من هنا وهناك. اضطريت اخذ مظلة عن عشان اصور ما قدرت اصور الزاد يعني حتى من فيينا حتى اليوم الصباح كان شوي يزيد شوي يزيد. الحين اضطريت اخذ المظلة. شوف المبنى الغريب هذا المبنى الغريب وهاي قفول الحب طبعا هاي ظاهرة في كل من الصوبين هاي الصوب الصوب الثاني في كل دولة أوروبية. واصل تصويرنا القطارات بعد أنها يعني أكثر الباصات هني والقطارات لما تركبها كلها فيها إنترنت فري. أنا يا جالس أقرأ تويتر وأقرأ الجرايد من طلعت من فيينا لين شيك على الإيميل. صراحة شيء أروع من الروعة على قولتهم. وصلنا إلى قلب المدينة. هذا محل شواروفسكي تحت البناية الحلوة هاي. شوف النكشات اللي عليها ظاهر انه قصر ولا شيء ما ادري. يبقى له صور حق الانستغرام. هذا قلب المدينة قلب مدينة قراز.
هذا النص هذا المبنى الحلو، هل هو سيتي هول ولا بسأل عنه؟ نحييكم من مدينة جديدة، مدينة نمساوية جديدة، ونمسي عليكم أحلى مساء وأحلى سلام. هذه محطة القطار، وهذا أوتيل يوروب 89 مع الفطار، بس طبعا أنا جاي بالقطار، سلمت السيارة الصباح وجيت له. المدينة هاي تبعد 200 كيلو متر جنوب فيينا، ومن المدن الكبار، أول مرة أنا أزورها، وبنشوف إن شاء الله معاكم. المدينة هاي قريت أنا عنها فقط من فترة، ومثل ما تعرفون ما فيني فضول أبدا، فقلت بزور لنا مدينة قراس. وكل سبحان الله من فيينا كل ما سير جنوب، يعني كل ما سير جنوب صوب هالمدينة هاي، شو الجبال شو ال... مع العلم يعني البارح وأنا جاي من التشيك إلى فيينا كانت أمطار، وأنا صورتها لكم إن شاء الله بتشوفونها، وتستمرت طول الليل أشوف أسمع البرق في الليل. اليوم الصبح أسأل عن سائق اللي وداني محطة القطار، أقول لك كانت أمطار البارحة، قال إيه فيها مدن في بيوت غرقت وكذا، ها وين؟ قال ناحية الحدود مع المجر. قلت أيوة ناحية الأوتلت، قلت أنا مريت عليه من أيام وصورت. فكانت مصيبة البارحة، ترى مصيبة هناك في بعض البيوت غرقت من كثر المطر. حتى بعض الدول الأوروبية الثانية الحين متخوفة، سلوفينيا متخوفين إذا ياهم بعد مطر، إذا ياهم مطر بتغرق بعد بيوتهم، مثل ما صارت الكارثة العام في هاي كل مناطق سلوفينيا وانت نازل. عموما نحن اليوم في مدينة قراز، آخ لو كان اسمها قراز مو بالجي مو بالجي مو لو كان بالكاف، هاي عندنا في الإمارات اللي يحطون فيه السمن، اللي يحطون فيه الدهن، الوعاء المعدني اللي يحطون فيه نسميه كراز، لكنها ما جت بحرف الكاف، يا ريت جت بحرف الكاف كان كملت. فيها مترو، فيها مطار، غير صراحة القطارات النمساوية أنا أحب أشيد فيها، نظافة، شيء ترتيب مرتب، شيء حلو، تبغي بزنس كلاس، تبغي فيرست كلاس، تبغي الاستدار السياحية، كل كهرباء موجودة في الكراسي، إذا عندك لابتوب ولا شيء ولا موبايل ركب الكهرباء، حاجة يعني الشيء الزين لازم تمدح. في بعضهم دورين، بعض القطارات طبعا اللي تروح أماكن بعيدة دورين قطارات، صراحة ما عليها كلام. حاليا طبعا اتجاه سيت سنتر، هذا تقريرنا عن المدينة، عن مدينة قراز النمساوية. المدينة تحتاج يوم بالكثير، إذا كنت كسلان يومين. تقبلوا تحياتي.